احنا معانا دلوقتي الناقد الفني استاذ مصطفى كيلاني. صباح الورد. صباح الورد يا جميل. عايزين نعرف بقى من حضرتك يعني اخر زي ما تقول تقاليع النجوم للاحتفال براس السنه. والله هي كل سنه في تقاليع جديده يعني، بس يعني خلينا من تقاليع، فكره الاحتفال نفسها بقت فكره لطيفه اصلا. طبعا يعني ان يبقى في احتفالات وفي بهجه، وانه النجوم يشاركوا مع الناس ده، فالناس تقبل. لان احنا في لحظه كده كان في هجمه كده لورا ورجع كده لورا، لما حد يحتفل بالكريسماس ولا راس السنه ان في ناس بقى مضحوك عليها بافكار رجعيه وافكار وهابيه، فخلت الناس تقول لا وحرام وايه ده اللي انتوا بتعملوه ومش عارف ايه. لكن دلوقتي لا، دلوقتي كنا بنشوف تعليقات كتير عند اللعيب محمد صلاح، يعني كنا بنشوف ناس كاتبه له طبعا اتهامات بالتكفير، اتهامات بالكفر. ده حقيقي. بحس انه في ناس كده يعني بالنسبه لها الفرحه ممنوعه يا استاذ مصطفى. بالظبط كده، تيجي بشم النسيم فالناس تحتفل فيقول لك حرام، تيجي في مولد النبي يقول لك حرام، تيجي في مولد سيد المسيح يقول لك حرام. طب ايه يا جماعه، طب ما كل حاجه حرام، دي هو الحرام ده مين اللي حرمه؟ مش اللي بيحرم ده ربنا ولا مين اللي بيحرم يعني؟ طب ايه الاحتفالات اللي لفتت نظرك يعني في اليومين اللي فاتوا على السوشيال ميديا بالذات يعني؟ انا احتفال محمد صلاح بصراحه، انا بحب الجو اللي بيعمله كل سنه. وانا كلنا يعني متحيزين لمحمد صلاح. ده حقيقي، ده حقيقي، مفيش اختلاف عليه طبعا. لا لا لا، بقول لك ايه يا كريم، هو في حد بيفرحنا زي محمد صلاح؟ لا الحقيقه لا بصراحه يعني بعد لما بيشوفه بس في الملعب يعني بينبسط على طول. فالحقيقه لما شفنا الصوره كمان مع عيلته ويعني بيحتفلوا بالكريسماس، والحقيقه صوره مبهجه يعني لوحدها. ده حقيقي جدا جدا بصراحه ولا انفي تحيزي لمحمد صلاح طول الوقت. انا متحيز لابن بلدي يعني، وفرحان بيه وفرحان بضحكته في الملعب وفرحان بانجازاته وفرحان باجتهاده وفرحان بثقافته وبعلمه وبتطوره. كلنا ده مثال يا جماعه للشخص اللي بيشتغل على نفسه وبيطور من نفسه كل يوم. والله والله لو احنا شبابنا وفنانيننا ركزوا في ان هم يثقفوا نفسهم وان هم يقروا وان هم يطوروا من ادواتهم كل يوم، احنا هنبقى اهم ناس بتنتج ثقافه وفن في العالم. صحيح. في العموم، وعايز اقول لك على حاجه، احنا لا دوله مثلا، لا عندنا مثلا بترول قد كده ولا عندنا ثروات طبيعيه كبيره قوي، احنا دوله متوسطه في ثرواتها، لكن ثروتنا الحقيقيه هي في فننا، في ثقافتنا، في تراثنا، اللي هو التراث بقى الكامل بآثار بغنى بمزيكا بسينما بكل الحاجات دي، هو ده تراثنا، هو ده، هي دي ثروتنا الحقيقية. طب أنا عندي